هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟ هذا الذي رجحناه قبل قليل، قلنا بأن التيمم رافع، وإذا قلنا بأنه رافع فالتيمم الواحد يقوم مقام الوضوء. أرأيت الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان وما أحدث يصلي به أكثر من صلاة ويأتي بأكثر من عبادة، كذلك التيمم. فإذا تيمم ارتفع حدثه، الراجح من قول أهل العلم، فيصلي به أكثر من صلاة ويقرأ القرآن، يطوف حول الكعبة ويمس المصحف ويأتي بكل ما تشرع له الطهارة. هذا هو القول الراجح.